تفضل انهم يسالون عنك. هل ذهبت الزهراء حقا؟ ذهبت. اين كنت يا ابا نويرة؟ كنت في طريقي الى هنا. طبعا ستكون في الطريق الى هنا بينما اللصوص ينهبون القوافل. لقد تعرض اللصوص لقافلة امرئ القيس. يبدو ان امورا اخرى قد حدثت، اليس كذلك؟ هل ذهبت الزهراء؟ أنت هنا للسؤال عن الزهراء يا ابا نويرة؟ أما أنا لنا أن نكبر يا أبا نويرة؟ أنا لا أريد أن أكبر، اكبر وحدك. لو كنت أعرف أنك لن تكبر لما تورطت بتسليمك مسؤولية كهذه. قل إنك غير قادر على حماية القوافل أو غير مقتنع بعمل كهذا. ليست مسألة قدرة أو اقتناع يا وائل. مسألة ماذا إذن؟ مسألة إنني غير قادر على الاقتناع بفكرة تزويجكم الزهراء. لا علاقة لك بمسألة تزويجنا لأختنا يا أبا نويرة. لا علاقة لي؟ فعلا لا علاقة لي. ولكنني أريد أن أقول لك شيئا، إن هذا الزواج غير مرضي للكبرياء، والطريقة التي يعاملكم بها لبيد طريقة مهينة. وهل هذا مبرر لعدم قيامكم بواجبكم؟ هذا هو سبب ترككم اللصوص يسرحون في ديارنا ونحن ندعي حماية القوافل؟ أعرفت أن اللصوص شنوا غارة على قافلة امرئ القيس بن عبان؟ الآن فقط عرف كيف يتفقد الزهراء؟ وما علاقتك أنت بهذا؟ اذهبي وانظري إن كانت النساء قد عدن بالحطب. هيا